يعود وفد قسد إلى شمال شرق سوريا بعد زيارة قصيرة لدمشق يبدو أنها أتت أكلها بحسب موقع باس نيوز. الموقع كشف عن مصادر من وفد قسد أن الزيارة أثمرت عن التوصل لتفاهمات أولية مع النظام برعاية روسية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الزيارات ستتوالى إلى دمشق لإكمال المحادثات. التفاهمات الأولية بحسب ما نقل الموقع عن مصادره تتعلق بإطلاق سراح المعتقلين من النظام ورفع علم النظام فوق الدوائر والمؤسسات في شمال شرق سوريا وتفعيل التفاهمات السابقة التي تتعلق بإدارة المناطق المشتركة بين الطرفين في الحسكة والقامشلي وحلب. مكاسب نظام الأسد تتجلى بالبنود التي عرضها على وفد قسد التي تتعلق بتعزيز دوره في شرق الفرات والمنابع النفطية هناك حيث الوجود الأمريكي، فضلا عن ملف الانتخابات الرئاسية المقبلة الذي على ما يبدو أن الأسد سيستثمره في المنطقة. رد قسد جاء ببنود طرحتها على النظام حول إمكانية شرعنة الإدارة الذاتية وفق قانون الإدارة المحلية في سوريا وإيجاد آلية للاعتراف بقوات سوريا الديمقراطية للحفاظ على خصوصيتها ضمن قوات النظام بحسب باس نيوز. زيارة وفد قسد إلى دمشق حظيت بمباركة روسية، حيث قال السفير الروسي في دمشق إن موسكو تدعم الحوار بين الطرفين، مشيرا إلى أن روسيا تعتبر الكرد جزءا لا يتجزأ من الشعب السوري، وهو ما يكون بمثابة سلاح جديد تشهره روسيا في مناطق سيطرة الولايات المتحدة دون أي تعليق رسمي من النظام وقسد أو الكشف عن نتائج الزيارات. التقارب بين النظام وقسد سبقه سلسلة من البيانات نشرتها الأخيرة ضد سياسة النظام في إدارة سوريا وحملته المسؤولية عن استمرار العنف ونبذ الحوار والتوافق السوري والانهيار الاقتصادي مع توسع التداعيات الاقتصادية لقانون قيصر.